حرصت النجمة دنيا سمير غانم على نشر مجموعة من الصور خلال زيارتها رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان لمتحف مدام توسو بلندن، وزارت وهي تقوم بتقليد نجم مصر وليفربول محمد صلاح بجوار التمثال الخاص به. نشرت دنيا عبر حسابها في موقع انستجرام صور طريفة لها وهي تقوم بتقليد الحركة التي يظهر بها التمثال الخاص لكل نجم ونجمة في المتحف، ونشرت دنيا صور لها بجوار تماثيل الشمع لكل من محمد صلاح، شاكيرا، شاروخان، نجوم سلسلة جيمس بوند، الأميرة ديانا، المطربة تايلور سوف، سبايدر مان. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة، تابعونا.